ماشي، سبدها الريكورد. شوي تأخرت عليكم لأنه بدلت مناظري، شلون عندي صداع كوش قوي. رجال سنترينج اكسبيرمنتال فيو، ذاك واحد شنو كان رقم واحد؟ اوفر فيو. هسه شنو؟ هسه اكسبيرمنتال فيو. سيستم اند اي، طبعا مثل ما اتفقنا انه البريشر سنترينج هو يشبه عملية الكبس، ما عدا انه القالب يكون مجهز بهيتر، حتى اثناء الضغط هذا الهيتر يشتغل فيكون ضغط وحرارة، وانه هذا القالب نتيجة يعني طريقة الضغط فراح يكون الضغط من جهة واحدة. واصور داخل الشعب حكيت لكم انه اكو سنجل اكشن ودبل اكشن. سنجل اكشن الضغط من جهة واحدة بالقالب، والدبل اكشن من جهتين. وبكل الاحوال هذا يعني يسموه بريشر سنترينج، تمييزا عن السب والهب اللي راح ناخذه بعد شويه. بيستم اند داي، جرافايت از ذا موست يوزد ماتيريال فور ذا مانيفاكتشرر اوف ذا بيستم اند داي. ليش جرافايت نستخدمه هوايه حتى نسوي بيستم والداي؟ تعرفون شنو البيستم شنو الداي؟ الداي هو القالب، والبيستم هي هذا القطعة الأسطوانية اللي من خلالها نكبس المسحوق. الجرافات لأنه يتحمل حرارة وضغط في نفس الوقت. of x graphite is the most used material for the manufacturer for the عفوا the manufacture of the piston and die of uniaxial pressure centering equipments. يوني اكسيال، ليش نقول يوني اكسيال؟ لان هي على محور واحد، على اكسس واحد. اكسيال يوني اكسيال يعني على باتجاه اكسس واحد. That is because of the exceptional refractoriness of the graphite. يعني ده يبرر ليش ده استخدم الجرافايت، بسبب الاكسبشنال refractoriness. refractoriness شنو؟ يعني مقاومة الحرارة. exceptional يعني متميز، يقاوم الحرارة بشكل ممتاز أو خاص. of the graphite that is the mechanical strength increases when the temperature increases until beyond 2000 degree centigrade. يعني كل المواد السيراميكية من تزيد درجة الحرارة شو يصير بالميكانيكال بروبرتيز؟ تقل، عدا هذا الجرافايت، لهذا يستخدموه بالمفاعلات النووية أيضا. من تزيد الحرارة شو يصير بالميكانيكال بروبرتيز؟ تزيد. أكو عندنا استثناء آخر هو المولايت. المولايت لحد أصور 1350 بهالحدود هم نزيد الميكانيكال بروبرتيز مالته بالحرارة. هاي الاستثنائين اثنين موجودة، بس الجرافايت أكثر فائدة، حتينا أرخص بالتصنيع ويوصل للألفين درجة. فإذا احنا مادة القالب ضمناها انه عندنا يعني من يشتغل الهيتر والضغط وياه ضغط وحرارة، عندنا الجرافايت ما تتراجع مواصفاته الميكانيكية بينما تصعد يتحمل ضغط وحرارة. In addition يعني دي يبرر هذا السبب الأول اللي احنا مستخدمين جرافايت. In addition بالإضافة إلى ذلك، جرافايت show easy machinability. machinability هاي كلمة جدا مهمة، يعني قابلية التشغيل. يعني نروح على عدة التشغيل الكلاسيكية أو التقليدية اللي نشوفها مثلا بالمعامل، الكاسرة والفريزة والتورنة، هاي كلها شنو يعني نشتغل بيها مثلا حديد وبراس ونحاس، ايضا نقدر نشتغل بيها الجرافايت بنفس الطريقة، ينثقب بدرل. فهاي المواصفة للسيراميك من يكون انه ممكن تشغيله شو نسميه؟ نقول عليه ماشينابل. فهو شنو؟ الجرافايت شو ايزي ماشينابلتي،
يبين إمكانية تشغيل سهلة ببساطة. And the generally limited speed of reactions with the ceramic powders. طبعا احنا نتوقع مشكلة انه ضغط وحرارة اي قالب شنو راح يتفاعل ويا المادة اللي احنا دنكبسها، وهذا فشي كلش طبيعي زين. لكن بالنسبة للجرافايت واحدة من الادفانتجز مالته انه الرياكشن مالته ويا السيراميك باودر ليس معدوم، ليس صفر، لكن ليميتد سبيد، بسرعة جدا محدودة، ليميتد سبيد، سرعة محدودة وذا سيراميك باودر. يعني ايش راح نخسر؟ راح نخسر فقط الطبقة الخارجية بكم مايكرون واللي هي ممكن تتبالش بسهولة، ونخلص من تفاعلها ويا الجرافايت. يقول لك often protected by a fine boron nitride deposit، يعني الناس حتى تحسن مقاومة الجرافايت للتفاعل مع المسحوق المكبوس تحت الحرارة العالية. أيضا ممكن طلع بيش ب fine boron nitride، fine يعني ناعم، boron nitride إذا مر عليكم هي هاي مادة يعني جدا بطيئة بالتفاعل الكيميائي، يعني عندها مقاومة كيميائية جدا عالية البورون نايترايد، وهذا شيء طبيعي لأن البورون ذرة الزد مالها قليل، نصف القطر مالتها قليل، النيتروجين أيضا الزد مالته قليل والنصف القطر مالته قليل. هيش نوع من الذرات من السامي مركبات، السامي مركبات قوية مستقرة كيميائيا. فإذا هو الجرافايت أساسا ما يتفاعل وتفاعل جدا بطيء، لكن ممكن ايضا هيك نوع من القوالب يسوون بها طبقة طلاء من البوران نايترايت ديبوزيت. ديبوزيت بمعنى طلاء او ترسيب او راسب. However the oxidation ability of the graphite requires a reducing or neutral processing atmosphere. يقول لك مع هذا قلنا هو بشكل جدا محدود، لكن هو موجود نسبة من الأكسيديشن أيضا من ترتفع حرارة الجرافايت، وإذا أكو أكسجين وفير بالجو شو يصير؟ يصير شوية تأكسد. هذا ما يبين من أول تجربة، من أول كبسة، من أول عملية تلبيد، يعني فات 50 مرة تلبيد. يعني نجي نشوف الجرافايت أو أقل 25 مرة حسب الحالة، نجي نباوع على الجرافات يعني نشوف كأنه يعني الفتحة الكبس مالته صايرة أكبر من اللزوم، البستم اللي ينكبس من خلاله كأنه صغر. عشانه عملية أوكسيديشن يصير CO بعدين CO2، المهم يخرج يصير غاز مباشرة. فحتى نطول عمره لهذا القالب الجرافات شو نسوي؟ نخليه بجو مختزل reducing أو neutral، يعني جو لا هو مؤكسد ولا هو مختزل، جو متعادل. بس معظم الأحيان يخلوه بجو مختزل. شنو الجو المختزل؟ يعني أنا من خليت الجرافات دا أشتغل بالتجربة، الباودر موجود والحرارة موجودة والكبس موجود، يكون تكون كل التجربة محاطة بيش بجو من غاز ثاني أكسيد الكربون. من أزيد نسبة لما أضخ له ثاني أكسيد الكربون يكون أفضل. ممكن غازات أخرى نبيلة بس غالية، يعني ثاني أكسيد الكربون هو أرخص شيء، مثلا أرجون. أرجون شوية غالي لغير تطبيقات. هذا CO2 كلش كافي عليه حتى احنا نتخلص من ظاهرة الأكسدة. Which is appropriate for non-oxides. يعني شنو؟ يعني أنا إذا دا أكبس مادة هي أساساً أكسيد، يعني أحتاجها الحماية.
قصدي ما احتاج هاي الحماية لان هي مادة اوكسيد ما تتأثر هواية. يصير تشتغل عندي بس طبقة الحماية البورون نايترايد بين القالب وبين المسحوق. لكن هذا اني اذا الباودر مالتي هو شنو، هو ممكن يتأكسد. منو ممكن يتأكسد؟ يا نوع من المواد اللي هي نان اوكسايدز، زين، مثل السيليكون كاربايد، هو مو اوكسايد، بي سيليكون بي وبي كربون، زين، او سيليكون نايترايد. فهاي ممكن هي المسحوق هالمره يتأكسد، فلهذا نقول هو which is appropriate. شنو appropriate؟ شنو هو المناسب؟ قلنا reducing atmosphere هو appropriate. ليش؟ مفيد، مفيد لما نكبس مواد هي اساسا مو اكاسيد، يعني نخاف عليها ان تتأكسد. primary carbides like hot pressed silicon carbide HPSC hot pressed silicon carbide and nitrides like hot pressed سيليكون كاربايد، هوت بريسكت سيليكون، العفو هاي نايترايد الثانية، النايترايد أول وحدة كاربايد والثانية شنو؟ نايترايد، نايترايد، حزتها. ريفراكتوري ميتالز حكينا عنها اللي هي المولبدينام مثلا والتنجستين والتانتالام، يعني اللي هي قلنا الميتالز اللي هي تتحمل حرارة عالية. and ceramics مثل الألومنا والسيليكون كربات have also been used for piston cylinder couple of mold. يعني مو بس السيليكون كاربايد، ممكن بعض الحالات نستخدم السيليكون كاربايد، عفوا مو بس الجرافايت، شوية أرخص السيليكون كاربايد وأيضا أرخص الألومنا Al2O3. فإذا كانت التجربة مالتنا أو المصنع مالتنا المعمل مالتنا ما بيه حرارات عالية وممكن تشتغل عندنا هاي المواد ما تتفاعل، فممكن نسوي ألومنا، ناخذ قالب ألومنا أرخص، نتخلص على الأقل بالنسبة للألومنا نتخلص على الأقل من ظاهرة أكسدة القالب. For piston cylinder couple of mold هيك هسه مكتوب piston at die، يعني ان انا بيستم سلندر، سلندر يعني شنو؟ داي هو نفسه بيستم اند داي، انا بيستم سلندر او نسميه زين اخليه بين قوسين حتى نقول انه شنو التعبيرين بنفس المعنى. كابل يعني زوج اوف مولد، مولد هاي الانجليزيه الامريكيه بس ام او ال دي ما بيها يو، أفضل نبقى على السيستم الإنجليزي. زين، ورا هذا هسه راح نشوف تأثير الباودر بارتيكل سايز. حكينا هواية بالمحاضرات السابقة على موضوع الباودر بارتيكل سايز، قلنا شقد ما يكون الباودر بارتيكل سايز أصغر، شقد معناها الجرين باوندريز أو مساحة الجرين باوندريز، المساحة السطحية السرفس area عالية، هذا شنو يساعد على التلبيد ويسرع عمليات التلبيد. ليش؟ لسببين، السبب الأول أنه يزيد الكونتاكت بين particle و particle، والسبب الثاني أنه عندنا طاقة سطحية كبيرة يحاول السيراميك يتخلص منها أثناء عملية التلبيد، فيلبد نفسه يعني يستجيب للتلبيد العفو حتى يتخلص من الطاقة الفائضة. فبكل الأحوال إنه إحنا الباودر بارتيكل سايز من يكون شقد ما يكون صغير، بس مو ناصل للنانو، بالنانو راح يعني بالنانو باودر بالنانو سكيل راح تطلع لنا ظواهر جديدة. إحنا بدنا نحكي بالمايكرو سكيل بالمايكروميتر. نقرأ the powders to be centered are generally very fine. وعندكم أنتم تقسيمات يمكن صف أول أو ثاني، شقد الفاين باودر شقد الفيري فاين، يعني الفيري فاين اصغر من واحد مايكروميتر. زين،
يعني احنا حكينا 800 نانو 700 نانو، نقول اصغر من 1 مايكرومتر، من نوصل لل 100 نانو تقريبا اكثر او اقل، ذاك الوقت طبينا بالحيز مالت النانو تكنولوجي. فهاي 700 نانو 500 نانو يعني نص مايكرون 0.7 مايكرون، هاي كلها يسموها فاين باودر. And it is not always necessary to contain additives. احنا قلنا بعمليات التلبيد العادية ممكن نخلي additives تساعد على عملية التلبيد، حكينا على additives سابقا. هنا بالبريشر سنترنج يصير في معظم الحالات، مو كل الحالات، في معظم الحالات ما نحتاج additives حتى تحسن عملية التلبيد. And it is not always necessary to contain additives required by pressureless sintering. Pressureless sintering من هو؟ هو الترديشنال sintering، التلبيد العادي. فهناك نحتاجها معظم الحالات، هنا معظم الحالات بالبريشر sintering ما نحتاج الاديتيفز. For example, let's say خيلك MgO for sintering of alumina Al2O3. يعني بالبريشرلس سنترنج التلبيد العالي عادة نخلي MgO حتى نحسن تلبيد الألومنا، ولا مو عادة، في أحيان كثيرة يعتمد على التطبيق مالتنا. بعض الأحيان ال MgO مضر على التطبيق، مو مضر على التطبيق الهندسي وليس مضر على التلبيد. لكن بالبرجر سنترنج انا ما اريد اسوي اديتيف، شروح اروح للبرجر سنترنج. The justifiable applications of pressure centering are يعني justified او justifiable، يعني يقول لك التطبيق الواقعي المعقول للبرجر سنترنج. ليش ندور على تطبيق واقعي ومعقول؟ لانه فلوسه هوايه للبرجر سنترنج، مو رخيص. Are for example cutting tools. الكاتنج تولز يعني القلم مال الفريزة، القلم مال الطارنة، هاي شي يسموها كاتنج تولز، حتى انا بعض انواع المثاقب. فهاي ادوات ثمينة سعرها مو قليل يعني عالي، وايضا هي تحتاج يعني تلبيد كلش قوي حتى تحافظ على الحافات الحادة مثل السكاكين من تشتغل. فهي من متكونة بين قوسين سيراميكس أو سيرمتس. سيراميكس نعرف شنو سيراميك، السيرمتس شنو يعني سيراميك متال كومبوزيت مهشكة، أو هاي شنو الكاتينج تولز من السيراميك أو سيرمتس، أو أوبتيكال بارتس. أوبتيكال بارتس هنا معطوفة شنو هاي الأور على الاكزامبلز، يعني الاكزامبل الاول الكاتنج تولز والاكزامبل الثاني شنو الاوبتيكال بارتس، يعني الاجزاء البصريه. اجزاء البصريه يعني مثل ما اعطيتكم مثال الويندو مال الطياره او مال القطار، او فد عدسه مال تلسكوب اللي نريد نتخلص بيها تماما من الباروسيتي حتى تصير شفافة. فنستخدم ممكن البريشر سنترينج والباودر بارتيكل سايز لازم يكون شنو؟ يكون فيري فاين. ذا اسينشال اوبجكتيفز يعني الهدف الرئيسي، اسينشال او الجوهري، العفو، اسينشال جوهري اوبجكتيفز اهداف of achieving a 100% densification and very fine grains. شنو معنى هاي الجملة؟ يقول لك يعني احنا نسوي combination بين الفاين particle size والبرشر سنترنج. ايش وقت من عندنا هدف جوهري في شغلنا انه نوصل الى 100% densification، يعني وفيري فاين جرينز،
نبدي من very fine powder particle، من بالنتيجة نحصل microstructure اللي ال particle صارت grain very fine، مثلا مقدمة صاروخ، مثلا قلنا عدسة مال تلسكوب فضائي إلى آخره. However, the microstructure and the crystallographic texture can present an isotropy effect because of the uniaxial pressing. شوي نفككها هاي الجملة. Crystallographic texture، نقول هاي أول مرة تمر عليكم، يعني إنه أنا من أكبس مثلا ما راح ال particles بشكل random تتوزع، يعني ال A وال B وال C المحاور مالتها بشكل عشوائي، كل particle شكل هاي جهة ال A مالتها اليمها بجهة أخرى، اليمها بجهة أخرى ال A، وهكذا تختلف ال A وال B وال C. بعض الأحيان في بعض أنواع الباودر من أكبس زين المادة، هاي المادة تتصفط على فد محور معين، معظمها طبعا مو 100%، يعني مثلا كلها تتصفط باتجاه المحور سي، او تتصفط باتجاه المحور اي او بي، يعني وين باتجاه وين الكبس، باتجاه محور الكبس وحدة من المحاور تتصفط، مو ثلاثتين، وحدة من المحاور. زين بيجي حالة ايش راح يصير؟ زين راح يصير عندي ان ايسوتروبي، يعني مواصفات المادة مثلا المكبوسة باتجاه الكبس راح تكون مختلفة عن الاتجاهات الاخرى، يعني مثلا التوصيل الحراري او قابليتها على تحمل الضغط الفراكشر، كلها باتجاه، يعني قطعة تصور عندك مستطيلة مكبوسة بالاتجاه الطول مالتها تكون الميكانيكال بروبرتيز افضل، الثيرمال كوندكتيفيتي اعلى، يعني لكن بالاتجاهات العمودية تكون مختلفة هاي القيم. هذا بسبب شنو؟ بسبب انه بعض المساحيق تصفط ويا المحور اثناء الكبس والتلبيد، يعني لما يرافق التلبيد عملية كبس ضغط يوني اكسيال. ليش قلنا شنو يوني اكسيال؟ ليش احنا بالبرجر سنترينج عندنا الكبس باتجاه اكسس واحد، باتجاه يعني محور واحد، مو مثلا تقنية الهب اللي هي تجي من كل الاتجاهات الهب والسب، اللي يجي الضغط من كل الاتجاهات. فنرجع لهذه الجملة. However, the microstructure and the crystallographic texture. microstructure شنو؟ يعني الحبيبات داخل الميكروستركتشر، والcrystallographic texture تصفط بطريقة بحيث تكون باتجاه المحور وحدة من المحاور. can present an isotropy، يسوي عملية an isotropy effect because of شنو؟ بسبب شنو؟ uniaxial pressing. بالبرجر سنترنج. Application examples of pressure centering for engineering ceramics. زين احنا عندنا طبعا نوع رئيسية من السيراميكس احنا نسميها engineering ceramics او structural ceramics، سميتها انا في واحدة من المحاضرات، يعني حسب المؤلف والكتاب. وعندنا الفانكشنال سيراميكس اللي هو يشتغل كمادة جوهرية بالالكترونيات مثلا. هسه نحكي على الانجينيرنج سيراميك او ستراكشرال سيراميكس اللي احنا تهمنا بالدرجة الاولى المواصفات الميكانيكية شنو؟ الومنا فور كاتينج تولز، يعني احنا هسه الكاتينج تولز معظمها كاربيدات الموجودة عندكم بالمعامل، بس الألومنا مواصفاتها شوية يعني هواية أعلى، مو شوية بالحقيقة، يعني تاكل الحديد أكل كأنه يعني بالنسبة لها الحديد كأنه قالب ما زبد، هالشكل كفوءة. ألومنا فور كاتينج تولز، هاي بيش يسووها؟
يسووها بالبريشر سنترينج. الكاربايز بي 4 سي اللي احنا يعني بالمعامل عندكم اس اي سي سيليكون كاربايد، هو جيد مو مجيد، بس الالومنا افضل، وايضا افضل منه البي 4 سي يعني بورون كاربايد اور سيرمتس. سيرمتس يعني انت شو اسمه يعني كومبوزيت من سيراميك وميتال. Are examples of materials that can benefit اللي ممكن تستفيد benefit from pressure centering and HIP. ممكن تستفيد من pressure centering أو من الHIP اللي راح ناخذه بعدين زين بعد شوية. شو الفرق بين التقنيتين؟ بالبريشر سنترنج ضغط باتجاه واحد اذكركم، والهب هسه راح يجي شنو معناه. هوت ايزوستاتيك بريسنج معناها ضغط يجي من كافة الاتجاهات. زين the same is true for metallic super alloys. بالسوبر الويز جماعة المعادن ايضا يحبون البريشر سنترنج، يعني used in the hot parts of turbojets. التربو جت يعني النفاثات، التربو جتس النفاثات السريعة مثلا محرك نفاث، يستخدم بالهوت بارتس بالمناطق الحارة جدا من هاي النفاثات او المحركات النفاثة. فهناك موجود نوع خاص من الالويز يسموه سوبر الويز، ايضا هو في المثال على استخدام البريشر سنترنج. طبعا مشاكلهم اهل المعادن بالتلبيد هواي اقل من مشاكلنا، شارح لكم لويش. هاي temperature composite material are another example where the application of pressure during heat treatment can be necessary. شوي نقسم هاي الجملة. هاي temperature composite material، composite material معروف مواد متراكبة high temperature يعني شنو اللي تتحمل حرارة عالية. المواد المتراكبة اللي تتحمل حرارة عالية are another example، هو example ثاني على تطبيقات ال pressure centering during heat treatment. Of pressure during heat treatment. نقطعها الجملة هنا أنا حتى تصير أبسط عليكم، ونقول it can be من هي ال it قلنا ال pressure centering. It can be necessary to allow the impregnation of fibrous wicks and favor the densification. يعني عندهم بالسوبر الويز او مو بالضروره بالسوبر الويز، بالمعادن او حتى هنا عندنا بالسيراميك اثناء الكبس نخلي قطع فايبرس ويكس يعني قطع صغيره جدا من الفايبرز اثناء الكبس، وين تدخل بالمسامات مالت الماتريكس اذا سيراميك واذا معدن. هاي تطبيقاتها مثلا الديسك بريك مالت الدبابة، يعني اكو فايبرز يخلون اثناء بعملية الكبس والتلبيد، فهذا الفايبرز تدخل حتى تقوي، وايضا حتى يكون التلبيد يعني عالي. شايف ايش يصير؟ يقول لك الـ pressure centering favor the densification، يعني شنو ينطي advantage أو يقوي شنو الـ densification، زي عملية زيادة الكتلة، العفو الكثافة.